مشوار مساء الجهة الكرام. قبل قليل انتهت الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، ناقشت وصوتت بالإجماع على مجموعة من نقاط جدول الأعمال. سيد رئيس، ما يرفي صماتكم على الأجواء التي مرت فيها هذه الدورة العادية؟ أول وقبل كل شيء أريد أن أشكر مساء الجهة على هذا الحضور ديالها في الغرفة لنقل كل ما يقع عندنا في الغرفة. كذلك اليوم كما كتعرفوا كانت دورة أكتوبر، الدورة اللي قديمة اللي هي من المعتاد أننا كنصوتوا فيها على ميزانية الغرفة، وكتجي هي أول دورة من مورا الانتخابات اللي دازت. استغلنا الفرصة اليوم باش نكملوا الهياكل ديال المجلس ديال الغرفة، اللجان، صوت على اللجان، رؤساء اللجان، دازت الأمور في ظروف مزيانة الحمد لله. كذلك صوتنا على مشروع الميزانية ديال الغرفة ديال 2022. كذلك النظام الداخلي ديال الغرفه اللي صوتنا عليه توا بالاجماع، ضاد فيه واحد العدد ديال الامور اللي كنا كنشوفوا عندنا نقص فيها في الولايه السابقه، اليوم تداركناها الحمد لله ودرناها في النظام الداخلي الجديد، صوتنا عليه الحمد لله توا بالاجماع. ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الصناع التقليديين في هذه الولايه ان شاء الله، علما على اننا داخلين على واحد المشروع اللي تبناه صاحب الجلاله اللي هو النموذج التنموي الجديد اللي خصنا ان شاء الله نخرطوا فيه بقوه الصناع التقليديين، ونكون ان شاء الله جنبا الى جنب مع الوزارات المعنيه بهذا الموضوع هذا، والمجالس المنتخبه ومجالس الجهات، وكذلك البرلمان يكون حتى هو في التوجهات ديالو ولا في كل مسائل كتنصب في الصالح العام وصالح الصناعة التقليدي. شكرا. الرحيم. المملكه المغربيه، وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، غرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط سلا القنيطره، الرباط 25/10/2021. بلقية الولاء والإخلاص، السيد مستشار جلالة الملك الديوان الملكي الرباط. نطلب من سيادتكم رفع هذه البلقية للسدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نعم سيدي، أعزكم الله. بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة لرسم دورة أكتوبر 2021، وذلك يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 بمقر الغرفة بالرباط. يتشرف خديم الأعتاب الشريفة السيد عبد الرحيم الزمزامي رئيس الغرفة بعد تقبيل اليدين الكريمتين وتقديم فروض الطاعة والولاء الواجبة لمولانا المنصور بالله. أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الغرفة وموظفيها والصناع التقليديين التابعين لنفوذها الترابي، أن يرفع إلى المقام العالي بالله اسم آيات الولاء والإخلاص وأسبق معاني الوفاء، سائلا العلي القدير أن يظل عرشكم المني في قلوب رعاياكم الأوفياء مكنونا مصونا وعهدكم الصائر باقيا متواصلا، حتى تحققوا لهذا البلد الأمين ما يسبو إليه من رخاء وتقدم ورفعة وسلام ووئام. إن الصناع التقليديين بجهة الرباط سلا القنيطرة يا مولاي سيجتازون هذه المناسبة ليثمنوا عاليا ما تحقق على يديكم الكريمتين من مكاسب، وليجددوا تجندهم الدائم وراء جلالتكم تحمونهم وترعون حقوقهم ومكتسباتهم وتضمنون عزتهم ونبوغهم وأسودتهم، ولكم الفضل الأول في ارتقائهم إلى مدارج الإبداع وتدرجهم في مراتب البذل والابتكار والمحافظة على التراث وتطويره وتنميته ليبلغ ما بلغ من دقة في السن وجودة في الإتقان. حفظكم الله يا مولاي بعينه التي لا تنام، ومتعكم بموفور الصحة والعافية والهناء، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم، وأدام عليكم وافر نعمه وفائض أفضاله، وأمدكم بتوفيقه وعونه، وأبقى عهدكم المشرف متوجا بالعطاء ومتميزا بالبناء، وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وسنوته الجليلة الأميرة للا خديجة وسنوكم الجليل الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع المجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. خديم الأعتاب الشريفة عبد الرحيم الزمزامي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة.